جيتكم ما سألتوش، قلت أسأل أنا بنفسي. أولاً عشان أطمن على جواهر بعد حكاية الخطف اللي تمت بيه. سألت عليك العافية يا بيه. الحمد لله على سلامتك يا جواهر. تفضلي. مدي يدك يا بنتي وخذي الهدية من نعمان بيه. تفضلي. أهو دي أول. إيه اللي بعدك دي؟ طب اعزموني حتى على كوباية شاي. شاي؟ ده أنت مقامك كبير قوي يا نعمان بيه. قوم يا فرحة علقي على الشاي. ما عندناش الشاي يخلص. أنا مش عاوز الشاي، مش عاوز. أنا جاي في كلمتين ورد غطاء. خير يا بيه؟ أنت مكانك مش في الصعيد يا جواهر. كيه يعني مش في الصعيد؟ أنا عندي محلات كتيرة قوي في مصر واسكندرية، مش محل واحد. بس اسميلي نفسك يا جواهر، هعمل منك نجمة حكام. نجمة؟ بس أنا عمري كله عشت في الصعيد ومعرفش عيش براه. بس الحياة في الصعيد ضيقة، ما تنفعش الناس اللي عندهم طموح. أنا قدامك أهو ست الصعيد، وأنا ما حلتش اللضا لا أبيض ولا أسود. بس ما فيش شغلانة عتكتها، اشتغلت كل الشغلانات لحد ما كونت نفسي. النهاردة بقى عندي كازينو واتنين وتلاتة. اللي زيك يا جواهر لازم يكون عنده طموح. احنا ما عندناش اكتر من الكلمة اللي قلتها دي. فكري فكري يا جواهر، خدي وقتك، صدقيني مش هتندم. جاي اها. حضرة الضابط عاوزكم في المركز. يا مري ما رايحاش مراكزان. هو بمزاجنا نروحوا ولا ما نروحوش؟ مش هما اللي بعتين لنا؟ صحي يا جواهر يا خيتي، مش لازم المحضر ولا البلاغ اللي عملته خالتي يتقفل. عارفاها انا شغلانه المركز دي، هنفضل في مروح ومجاية ما يخلص شي. يا بنتي في حاجه ما هتخلصش. يلا غيري خلقاتك ونوصلوا لهناك، ياخدوا مننا كلمتين وتننا راجعين. يعني هم يا اخوي ما ينفعش ياخدوا كلمتين دول من هنا من غير يعني لا مروح ولا مجاي؟ لازم تجوا انت وبنت خالتك علشان نعرض عليكم صور المجرمين عشان تعرفوا مين اللي خطفوه. ها وبعدين؟ ما فيش لا اكتر ولا اقلب اللي حكيته لك يا بيه. عايزين تفهموني ان واحد كده ظهر فجأة وانقذكم، ما تعرفوش عنه اي حاجة؟ لا عرفنا يا بيه. وقفل خشمك ليه؟ قالك القل وتعب السر. ما تتكلم يا بيت وتقولي للباشا ايه اللي عرفتوه. عرفتي عنه حاجة انا ما اعرفهاش؟ ليه ما كنتش معاك يا ايوه يا بيه؟ ودي خصلة ولد الناس يبقوا خايفين على اعراض الناس. راجل زين صح. عارف ان شغلانه المركز دي مش هتخلص، هنتنينا في مروح ونجي. ده مشوار يا تلمي اللي رحنا للمركز. طب هتشوفي اذا ما كانوش عاي مشهورين رايحين جايين. ايه بيقولي جواهر ما عرفاش حاجه؟ على رايك سين وجيم وتحقيقات ومروح ومجي على الموضوع ما يخلص. اقول لك تيجيش نغير جو كم يومك ده بعد المرار اللي شفناه اليومين اللي فاتوا؟ يا ريت يا خالي يا ريت. هنغير جو كيه يعني؟ يعني الناس بتغير جو كيه. نروح اسكندرية، اي مطرح برا الصعيد وخلاص. لا لا خلي اسكندرية يا خالي، عايزة اروح البحر وبلبل شوية. بقول لكم ايه، واحنا من ميت هنغير جو. على رأي اللي قال من يوم ولدونا في الهم زرعونا. ان شاء الله هنتقلعوا من البلد يا جواهر. ان شاء الله. ان شاء الله يعني ما يمنعش نشمولنا شويه هوا اسكندراني. بقول لك ايه، انت قصدك عزومه نعمان بيه وعايزاها تكون في اسكندريه؟ مطرح ما تكون، المهم تكون مع نعمان بيه. ايه عرفت
الحكايه مش حكايه تغيير جو ولا حاجه، الحكايه حكايه نعمان بيه.